الالبان جه كويس مش وحش، بس كان في بس تريكات في القطعه، وهي في اول قطعه بس، لكن غير كده هو الامتحان مش جاي. يعني في امتحانات اسهل من كده الوزاره نزلتها، فاللي هو الامتحان جاي مستوى عادي يعني مش وحش، ان شاء الله خير كويس يعني. يعني الدنيا كويسه يعني الحمد لله، يعني الحمد لله جيب مستوى الطالب المتوسط. الاسئله مباشره وسهله الحمد لله. الامتحان كان صعب جدا، كان فيه اسئله صعبه وانا وقت الامتحان مكفي، بس هي الاسئله نفسها صعبه. لا كان الامتحان بتاع المستوى المتوسط كان امتحان جميل يعني الصراحه النهارده. كانت كلها اسئله مباشره وسهله، اسئله للضعيف والمتوسط، كانش فيها اسئله صعبه كتير.